الحمد لله على نعمة الإيمان بك وعلى شرف الإسلام لك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله في الأولى إذ نامت عيون الناس والله عنها ما غفل وله الحمد في الآخرة إذ زاغت الأبصار وسقط الحبل قصر العباد في كل مكان فأمهلهم ربي وما عجل ولو أشاء الله بقدرته ما أصاب النبات بلل لأن ربي الإله قدير بأفعاله ولا يسأل ربي عما فعل وأصلي وأسلم على معلم البشرية الأول عدد من صلى عليه وأصلي عليه عدد من لم يصلي عليه وأصلي عليه كما ينبغي أن يصلى عليه وأصلي عليه كما أمرتنا ربنا أن نصلي عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مسك ختام هذه الليلة القرآنية المباركة مع أحد أقطاب إذاعة القرآن الكريم والقطب القرآني المعروف فضيلة القارئ الملقب بملك المقامات وسفير قراء مصر بالعالمي العربي والإسلامي وصاحب المدرسة فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرق سائلين المولى عز وجل لفضيلة قارئنا التوفيق يتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام
ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتون وطور سينين
وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة زيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام الفاتحة عزف على أوتار القلوب ليروي القلوب بقوة صوته وإحكام تلاوته وإتقان معانيه فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرص ملك المقامات والنجم الساطع في سماء إذاعة القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة نقلت لكم هذه الليلة القرآنية المباركة عبر أسير إذاعة القرآن الكريم وأحدث الهندسة الصوتية وكبرى مخازن الإنارة الذهبية وأحدث وأضخم محطات الديزل العالمية العميد الحاج الشوقي داوود الجمالية بقهرية اسطول الفراشة المتحرك وكبرى قصور الضيافة الاولى على مستوى جمهورية مصر العربية اولاد العميد الحاج التميم المصري الحاج علي والحاج محمد التميم المصري والمقيمين بالمنزل واجب الخدمة الفندقية الممتازة وفريق عمل العميد مصطفى الفيشاوي مركز ومدينة ميت غمر محافظة البقهرية هندسة البث والهواء والتسجيلات القرآنية النادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسعد عطلة الجمالية بقهرية أسرة الراحل الكريم
عميد عموم عائلات حال الحاج حاتم فاروق حال يتقدمون جميعا بخالص الشكر الحاج أسامة حال الحاج أسامة حل والأستاذ محمد والأستاذ حاتم فاروق حل وعموم العائلة الكريمة وعموم عائلات المنزلة يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من أتى يقدم واجب العزاء.